بارك الله فيكم يا شيخ وارشد يديك بعد وفاه الشيخين الاسباب الشيخ بن باز رحمه الله عليه هل من الممكن ان تذكروا لنا بعض العلماء الذين يرجع اليهم؟ يقول السائل بعد وفاة الشيخين ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى فما نصيحتكم إلى من نرجع إليه من العلماء الذين ما زالوا على قيد الحياة؟ أيام الأمر يا أخواننا أنا مصيبة أصيب بأهل السنة ولكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وماذا ولا نتوقع أنه سيوجد في هذا الزمن مثل الشيخ ابن باز نعم لا نتوقع أنه سيوجد من يماثله في رعاية الدعوة وهي في ماذا التمسك بالسنة وفي قوة يعني الوقوف في وجه أهل الباطل رحمه الله. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمثلا شيخ ربيع شيخ عبد المحسن العباد وكذا الشيخ صالح الفوزان نعم وكذا أيضا في اليمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي نعم الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله وحفظ الله الجميع. فماذا يا إخواننا؟ فالحمد لله فيه من يسد الفراغ أن يكون مثل هذين العالمين رحمهم الله تعالى وليس نعم وليس ذلك بعزيز أن يسر الله سبحانه وتعالى من يقوم بهذا الدين. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم فماذا لا يمنع يوجد من الشباب فيه في أرض الحرمين أناس مؤلفون تأليفات نافعة وكذا في نجد والحمد لله. فماذا فلكن أيضا ما نقلدهم ولا ندافع عن أصحاب باطل. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما والله المستعان. عندنا أيضا لا بأس مجموعة طيبة مثل الأخ عبد الرحمن العدني حفظه الله ومثل الأخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى ومثل أيضا الأخ أبو عبيد الزاوي الأخ أبو عبيد الزاوي والأخ أبو عبيد من المصراتي. عندنا لا بأس مجموعة طيبة والحمد لله نسأل الله أن يبارك فيهم وأن ينفعنا جميعا وينفعهم والحمد لله. بارك الله